شلونك كاملي؟ اجيت ابن عمي؟ اجيت. بدك تطالعني من هون؟ هادي هادي. بوس رجلك طالعني من هون؟ خلاص لا تحكي لي هم، والله لطالعك. امتى يا ابن عمي؟ امتى؟ بس لحتى نعرف مين اللي حط السم بالاكل تبع زهريه وماتت. اقسم بالله العظيم انا ما حطيت الا السم، ولا بعرف اصلا شلون وصل على غرفتي. وانا مصدقك يا كامل، والله مصدقك. عشان هيك انا جاي لعند منك حتى طالعك باسرع وقت. شلون بدك تطالعني؟ اللي يا سيدي شلون؟ اسمعيني كامله، بدي اعرف مين فات على غرفتك ليله الهرس. كيف يعني؟ انا شاكك انه في وحده من الحريم هي اللي جابت السم معها وحطته بالاكل، بعدين فاتت على غرفتك حطته تحت الفرشه مشان تبليكي. ايوه، مشان هيك لازم تخبريني عن كل وحده دخلت على غرفتك لتغيرها وعيها. يمكن ندقدس عليها لنشوف مين اللي ملاكي هالبلوه. كثير نسوان فاتوا غيروا اوعيهم بالغرفه. كثير منيح. مين؟ يعني بخاف نظلم شي حدا منهم يا ابن عمي. لك شلون نوصل للحقيقة؟ يعني شو؟ يعني اعطيني اسم وحده فاتت على غرفتك بس لحتى نلقط راس الخيط. رح اقول لك على اسم كل وحده فاتت لعندي على الغرفه وغيرت اوعيها. احكي. عم اسمعي. السلام عليكم. عليكم السلام. علينا ابو ادهم. اهلين اهلين عمي براتب. اهلين وسهلين. لا تنسى اخر النهار تمر علي مشان تاخذ المعلوم تبعك. الله يكثر خيرك ويعطيك بالعطاء يا رب. خير الله عمي، خير الله. تأمرني شيء؟ الله معه. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. مرزوق. يا علي، شفت لي ابو عامر وين راح؟ لا والله ما شفته. شيخ وين بده يكون راح؟ ليكون بالبواكية. لا مو بالبواكية تبعه. اسألك عنه؟ مين بدك تسأل؟ البواكية شغيلته، إلا ما يكون عاطيهم خبر. لا لا لا، روح التهي بشغلك، روح. عمرك. لك مرزوق. إيه مالي. تعال شوف، تعال. من حق بدك تبيع بيت أهلها؟ آه. وأنت شو عرفك؟ مين اللي قال لك؟ أبو جواد دري من كداس. كداس؟ إيه كداس قايله لأبو جواد، وأبو جواد نشر الخبر بالقهوة. بقى الحكي هذا مزبوط ولا لا؟ مزبوط معلم، مزبوط. شلون مزبوط؟ البيت مو له. شو نسيان انه اخواتك البنات لهم حصه بالبيت مثل ما لا؟ لا لا لا، مالي نسيان. انا مشان هيك بدي بيع البيت، مشان اعطي الحصص لاخواتي البنات على حياه عيني يا معلمي. شلون هي بقى؟ قرب لي يا معلمي. انا بدي بيع البيت مشان اعطيهم حصتهم وما خلي علي شيء. شيخ، وانت وين بدك تسكن؟ بشف لي بيت صغير على قدي، او بستكري لي شي بيت ململم، لانه ما بصير اسكن انا ببيت كبير وما اعطي حصص لاخواتي البنات. والله اذا كان هيك معك حق. حلو الكلام. بتعرف انك برت بعيني لك مرزوق؟ خدامك يا معلم. لازم اخواتك ياخذوا حصصهم، شنو هدول عوائل وامانه برابطك لك مرزوقه. معلومه معلمي معلومه، مشان هيك رح ابيع البيت واعطي كل اخت من اخواتي حصتها. عفارم عليك يا مرزوق، عفارم عليك. الله يخلي لنا اياك. روح شوف شغلك، روح. بامرك انا. شو عم تساوي هون ولا بعزو؟ ما تجاوب، شو لسانك اكل القط؟ أبو ديب، مساح وشك بالرحمن وصلي على النبي. أنا مالي ناقصك. ها لقي تعمل لي كفين بطريقك، شو رأيك؟ ما رح رد عليك. لا بالله يرحم أمواتك تعمل لي كفين، بستاهل أنا. أبو ديب يرضى عليك، أنا جاي لعند الأستاذ فهمي، ماني جاي لعندك. كفيني شرك. ها لا سيدي، ما حذرت، ما حذرت لا أنت ولا الأستاذ فهمي. طلع على رجليك أحسن ما طلعك محمل على أفاك. أبو ديب خلصنا بقى. ولك هذا من حارة القصب، وأوامر العقيد إنه ما حدا بيفوت على حارتنا من حارة القصب. مثل ما سمعت الرجال جاي لعندي مو لعندك. ولك على راسي بس يا أبو ديب، أبو عزة جاي لعندي.
يعني هو بحمايتي وما بسمح لمين ما كان يقرب ناحيته. عم تفهم؟ ولك يا استاذ فهمي، ولك هذا من حارة عدوينا، ما عم تفهم؟ ابو ديب خلصنا شيء؟ شريف عم ابو عزو شريف. الله يزيدك شرف يا ابني. بس هيك بده يزعل عقيدة؟ عمك العقيدة ابو صخر كثير رح يزعل. اي ماشي، انا بتصرف مع عمي ابو صخر، انت لا تدخل. تيسر. رح تيسر. شريف عمي شريف. يا الله يا الله. يا ميت اهلا وسهلا بابا عزو، شرفت والله. الله يسلمك يا استاذ فهمي، يسلموا ايديك. اهلا وسهلا فيك، شرفت. ايه يا ابو عزو، شو اسباب الزياره؟ بصراحه يا استاذ انا جاي لعندك مشان تساعدني. انا مالي غير الله وانت يا استاذ. خير ان شاء الله خير. بشو بقدر ساعدك؟ بدي منك، بدي احكي. احكي يا ابو عزو احكي، لا تخاف. انا محامي مثلي مثل الطبيب، لازم اعرف العله لاقدر اوصف لك الدواء المناسب. بعدين اطمن، سرك كبير وما بيطلع لبرا باذن الله. الله يجبر بخاطرك يا استاذ، الله يجبر بخاطرك. بصراحة بدي اياك تساعدني طالع بنتي من سجن الأعمى. وابو عامر ما وكل لمحامي؟ خليها في القلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. المهم هذا اللي صار يا استاذ. طيب ابو عزو، طيب احكي لي القصه من اولها وبادق تفاصيلها لاعرف شو بدي اعمل. حاضر استاذ، حاحكي لك القصه. شو ابو عزو فات على الحاره؟ اي والله يا عقيد فات على الحاره. عبديب لا انت ما بتستحي، لك شلون بتخليه يفوت على الحاره وما بتطلعه منها فورا؟ قلعته عقيد ورحمه الميمي قلعته. بس بس شو احكي؟ سهرك الاستاذ فهمي هو اللي حاشني عنه، ولا بشرفي كنت طلعته محمل من الحاره. ليش صار يعمل هالشيء؟ ويا ريت عمل هيك وبس، اخذوا لعنده على بيته. لا معقوله دخلوا على بيته؟ لك شو صار فهمي؟ مخستخ اعلى يعني؟ والله مخستخ على الاخير يا عقيد. يا حوينت الخجفي يضرب هو والخجل اللي درس فيها. يا بي طول بالك، خلينا بالاول نشوف ابو عزو ليش اجى لعند صهري. شنو مثل ما بتعرف فهمي محامي. لك قبلي وش كان محامي؟ وش كان محامي؟ ما بصير يفوتوا على الحارة ولا يدخلوا بيته. وين بده يلاقيه؟ يا بي وين بده يلاقيه؟ بشوفه بالضراب السخن، شوفه بحال قرب برات الحارة. طول بالك يا بي، خلينا بالاول نشوف ابو عزو ليش جاي لعند منه. لك قبلي ما بصير، ما بصير فهمي يتصرف هيك تصرف، ما بصير يستقبل واحد من حالة غريبة وعدوي، ما بصير يفوتوا بيته، شو الحكي هاد؟ أنا قلت له هذا الشيء عقيد، ربي يشهد علي قلت له هذا الشيء، بس هو ما رد علي. وانا عملت لك كرامه عقيد، عقيدنا انت، بعرفه صهرك يعني، ولا كانوا اثنيناتهم مسلوتين برات الحاره. خلصنا ابو ديب خلصنا، شو بلا شيء؟ خلينا نشوف ابو عزو ليش جاي لعند فهمي، بعدين بنحكم عليه. ماشي يا بي ماشي. رح نشوف ابو عزو ليش اجى لعند صهرك فهمي. وش كان شيء ما خلط مشطي، بدي هزه هزه لا عندنا ولا بعد هذا فهمي الواطن. يا بي انت روي، روي وما بصير غير بدك اياه، وقت بيروح ابو عزو من عند فهمي بنفهم، انت بس روي. ماشي تنشوف، رح روي. صبه وحولها على سجن القلعة. أنا على ذمة التحقيق، ومن هذاك اليوم لهاليوم يا أستاذ وهي قاعدة ومكسور خاطرة وخاطري أنا كمان. ليش ما جيت لعندي من الأول؟ هذا اللي صار يا أستاذ. شغلتك عويصة أبو عزو. شو يعني أستاذ؟ ما في أمل تطلع بنتي من السجن؟ على شي الجيري يا أستاذ، شوكتي انكسرت قدام أهل الحارة، ما عاد في أحكي مع حدا ولا أسلم على حدا. مشان هيك سكرت دكانتي وقعدت بالبيت، لا طلعة ولا فوتي، خايف من نظرات الناس ومن كلام الناس. عم حس فيهم مثل سكاكين عم تورز بقلبي. طول بالك،
طول بالك ابو عزو. شو طول بالي يا استاذ؟ القصة هاي كسرت ظهري وقللت من قدري وقيمتي قدام الناس. بعدين اللي قاعدة بالسجن هي بنتي، لحمي ودمي، شرفي وسمعتي. بتعرف يا أستاذ شو معناتها إذا كان بنت دخلت سجن وكلام الناس ما بيرحم؟ بعرف أبو عزة، بعرف، وإن شاء الله رح أعمل جهدي لتطلع من السجن. يعني في أمل؟ إن شاء الله أبو عزة، إن شاء الله رح أعمل كل جهدي، بس بالأول لازم تعمل لي وكالة مشان بلش شغلي. الله بإيدك، أنا جاهز مستعد أعمل لك الوكالة اللي بدك إياها. هلأ أنا وياك بنروح على العدلية وبتعمل لي وكالة وبتولى قضية بنتك مباشرة مشان ما نضيع وقت. حاضر يا أستاذ، هلأ بنروح على العدلية وبعمل لك وكالة، بعدين يكون بعلمك مهما كلفت القضية تكلف رقبتي سدادة ولا يهمك. بإذن الله بتطلع بنتك من الحبس والباقي بنحكي فيه بعدين. الله يسعد أمك يا أستاذ، الله يسعد أمك. أهلين أبو عزو. أهلين يا أستاذ. شلونك يا أبو راتب؟ يا أهلين وسهلين بأبو عامر، وين الغيبة؟ هون. شايفك مو على بعضك يا أبو عامر. لا لا ما في شيء يا أبو راتب، ما في شيء. خير إن شاء الله. وين كاين؟ عند واحد صاحبي من تجار القمح. وهي أبو عزو طلع كمان من بيته؟ لا مثل ما عمل لك. ايه الحمد لله الحمد لله، هاي خبرية حلوة كتير. ايه وكمان لازم نشوفه بسليم. حاجة تانية، حابس لي حاله، لازم يرجع لحبام ورزقه. حماك أبو راتب.